يقول السائل: كنت محرما لأداء العمرة، وقد خدش جلدي فخرج منه دم، ثم أكملت العمرة، فهل العمرة جائزة أم باطلة أم علي إعادتها؟ ما عليك شيء، والعمرة صحيحة إن شاء الله، وهذا ما هو باختيارك. إذا انجرح جلدك أو سقط شيء من شعرك بدون اختيارك فلا حرج عليك. نعم، وعمرتك صحيحة. نعم.